Good morning Miami. أول مرة لإلي بفلوريدا، أول مرة لإلي بميامي، أول مرة بنزل هالقد بأمريكا. First impressions، دمنا على عواصف شتي، شو بدي أخبركن؟ بس شو برتوب واو، عندنا منوعينا على شمس وسما زرقاء، وصارت الشمس هلأ بتحرق بتفوت بقلب الجينز عم حسها، بس كمان رطوبة كتير 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 عالية. بهالمنطقة في ناس بتحكي أكثر إسباني من إنجليزي، في ناس ما بتحكي بعد إنجليزي. خبروني رح التقى اليوم اللبنانية بيحكوا إسباني وعربي وبعد ما تعلموا يمكن إنجليزي. لبنانية كتير، مطاعم لبنانية كتير، عندي كتير وقفات اليوم، برمات رائعة وكتير محمس. ميامي بنهار الأول لأنه في يومين، شو تكون بسطتم بارح بالفيديو تبع الروت تريب من تامبا نزول لهون وشو عملنا على الطريق وقديس أنا سيئين، صاروا أكثر من 1000 ميل. وهون هيك بتوين براكتس سقنا ببرمتنا أول 18 يوم بين نيويورك واشنطن وشيكاغو ديترويت والبرمي كلها سوا 2300 ميل، مش كيلومتر يعني، ضرب 1.6 بعتقد. نهار جديد ببلش هلأ، سوبر اكسايتد بنهارنا بأمريكا لنهار 20 وبعدنا ongoing، ولا نهار ريحة ما قفينا ولا فيديو ولا حلقة، وانتو ان شاء الله كمان رح نبلش اكيد بمنقوشة زعتر. ونهار الأحد بميامي ببلش هلأ. قلت لهم أنا صرت سايق بأول 18 يوم، يعني اجت فاتورة السيارة 2300 ميل، بس خبرتهم أنا سايق 2300 ميل. انت سايقت؟ ايه، ما لازم أطلع البطل على تشانل تبعي. انت البطل خدم. وقلت لهم صاروا 1000 اليوم، يعني صار 3300. بقول له تانكيو لربيع. لا بالعكس، تعني كمان قشة زعتر، بدك زعتر يعني لي جدي، بدك زعتر تفتح لك ذهنك. هو معروف في وحدة من الزعتر بتحط لي معها لبنة وخضرة الله يخليك. شو بدك؟ لبنة وخضرة مع الزعتر. هلا عم تقلي على الاستري؟ قلت لي قبل على الاسترين، هلا اللي ضرب ضرب خي، اللي ضرب ضرب، لا خي اللي ضرب ضرب صاروا بالفرن كلياته ننسى. نحن انا اسمي علي لمع، انا من اقليم التفاح من منطقه النبطيه من الجنوب، طبعا جنوب لبنان. انا الي هون فاتح من 2017. هلا عاملوا هذا هون البيكري نظام مشترك بين مناقيش ولحم معجنين ومعجنات، وبالاضافه لانه الفرن اللي عندي انا فرن جايبه من ايطاليا طابقين، يعني هم ما بعرف اذا بتلاقيه بامريكا، جايبه طابقين الكترو غاز، فبطبخ التشيكن والدجاج واللحم كلياته بقلب الفرن على حراره كثير واطيه، يعني مثل اهل بلادنا، مثل بلادنا من زمان كيف بيجيبوا الفخاد. وشو لعيب الفخاد هاي، تك بتحب الفخاد، فكيف بيجيبوا بنطبخ الفخاد التشيكن بقلب الفرن واللحمه واللام، بنجيب اللاك، شو اللاك، الفخد الغنم، بنطبخه بالفرن كلياته. وعندي هون توب بوبيلر يعني هذا الغنم واللام ونشتغل فيه. هلا انا هنا 2017. ستوب ذا ماكينه، ستوب ذا ماكينه، ستوب ذا ماكينه. والحمد لله كثير ماشي الحال. وانا اذا بدك انا بعتبر في فلوريدا مو بميامي. انتبه طلع لي هون، انا توب، انا نمبر 4 في فلوريدا، توب 100 2020. ما بعرف اذا شفتها هاي. بفلوريدا في 41,000 ريستورانت، فلوريدا كلها مش ميامي. انا ب 22 طلع ترتيب رقم 4، لانه هون كل بيستعملوا اوريجينال. يعني اعطيك مثلا الزعتر، حتى الزعتر، الزعتر انا بشتري بضبوا لي اياه من الضيع، ما بشتري كوميرشال يعني او مطاحن او هذا، بيشتري له شويه قش وبيطحنوا بربه وبيضحكوا على العالم، او هذا السماء اللي كله صبغه او حامض الليمون. نانا زعتر بلدي، سماء بلدي، نقطة انتهى. الجبنة كتير طيبة، جبنة بستعملها من برا، بنجيبها من إيطاليا، وشوية تاتش حب مثل ما بقولوا، شوية تاتش بحب مع ضحكة مع ابتسامة. وعلاقتي مع الزبائن يعني هون صارت أكثر من زبائن، يعني علاقتي فرندلي، كتير فرندلي.
نمزح نضحك. عندي 10% او 15% عرب و 85% اسبانيول لاتين. يعني اللاتين شعب كتير 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 طيب وذوق بالاكل. يعني كانت يمكن اخذ العالم عنه صوره مختلفه. نو ابدا ذوق وذوق درجه اولى بالاكل. هلا ليك جذورهم للصراحه انا بسال كثير منهم لانه جذورهم لبنانيه. فبيقول لي ماي جراند فادر او جراند مادر ها بيجي مثلا هي الكبه بيقول لي بدي هاي. بيقول لي مثلا بدي هاي بيعرف شو هي بس بيعرف مثلا شو اسمها او شو. بيقول لي بدي هاي بدي هاي بكون عارف حاله. فلا انا زبايني 15% عرب مشكلين بين لبنانيه وفلسطينيه وسوريين و85% لاتين. اللاتين حاببين اكل كثير وبس مش من جماعة المعجنات لا من جماعة الهبة يعني من جماعة اللحمة والغنم والبيف والتشيكن والحمص والبابا. شم ريحتها وشم طلعوا نظافة ما بنزح طلعوا النظافة بيحكي عن حاله. زعتر وسماء بلدي وكله بلدي ما رائع ما عندي رائع اذا اشتقت للبنان وعيش هون يعني طعمه الهيك بس كيلو مثلا لا اشحنه لهون كلفني شي 40 دولار مع الشحن. ايش تخيل مشان هيك معقول شغالي هذا. هلا انا حاط الغنم والتشيكن اول ما نقوشه بشوفها سميكه انتبهتوا سميكتها زعتراتها من لبنان طريه ومحمصه بزيت الوقت ما بتعلق مخمره مظبوط. يا الزعترات الحدين 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 دليل ديل. هلا بدنا اكيد عم تحكي جد رائعة ولا عم تمزح؟ زعتراتك طيبين كتير وعجينتك حتى لو سميكة مش معظمة ابدا. لا لا ممنوع تعطل طلع بزعل منها بعدها مرتاحة. Good job. Very good job. وهي لقمة للطريق بتفش القلق. ما قلت لك شو انت بس تكون لك بس تكون مبسوط باللي عم تعمل وعم تشتغل مزبوط انت هون احقل لك شو بلك شغلي من الاخر. كل واحد ما بينجح بامريكا منه هو مش من البلد. حلو حتى زعتر معجبني بسط فيك بسط فيك انا بسط مهضوم لذيذ زكي حدق لبناني والله حبيتك حبيبي خير. فيرست ستوب دون تروق وعلي ما بتروح بهدلت مع الزلمه وفكرت زبون خفت قلت بدي اكل بالطول ولا بالعرض لك لا وانا لك حرام عيب. شو هالزلمه اذا نسيتم سبات اللبنانيه تفضلوا برجع بعلمكم اياهم كلهم.
ربيع من لبنان، ربيع ناصر الدين من الهرمل. صرنا 5 سنين بأمريكا ونشوف هون ببيتي وبليالي ميامي. شو بك تعمل لي؟ عمل لك أطيب مناقيش تكرم عينك، مالوشة أنتوني السبيشل جبن عليها زعتر. أنا اسمي سهيل، كان أنا خلقان هون بأمريكا بس فليت كان عمري سنة ونزلت على لبنان، وبس صار عمري 15 سنة رجعت جيت على أساس كمل مدرسة وفوت جامعة يعني مثل هالعالم. بعدين فبلشت أشتغل 2 days a week، بعدين حتى أنا عدت أهلي إنه ما كمل جامعة، بس إنه بلشت أشتغل وبس صار عمري بلشت أشتغل بالمطعم في عنا ليالي ميامي نيكس دور. بلشت أشتغل هونيك وعد 21، عم بحكيك بعد سنين شغل يعني 70-80 ساعة بالجمعة. عد 21 فت شريك هونيك بالباينر بالمطعم. أول فبراير فتحنا هون بيتي، هو مشروع صغير إنه أصغر كونسبت عرفت كيف، وديفرنت أورز لإلها بيكون إنه يعني من هذا المشروع إنه نفتح فيه فرانشايز نكبر، مشان تعرف المطعم فيه أكتر هدك بقلبه، بس إنه هذا مشروع صغير ونكبر فيه شوي بميامي. ونحن هلا بنعمل مناقيش عرفت كيف، كل شيء جبنة زعتر بندورة وبصل كشك إكساترا سفيحة بعلبكيس بانغ، وهلا كمان نزلنا على المنيو جديد فلافل مشوية بالفرن، شاورما لحمة، شاورما دجاج، زنجر تشيكن. إذا ببلش هون أو إذا ببلش هون، إذا ببلش بالجبنة مع زعتر أو إذا ببلش بالزعتر. من وقت عم بيعملها جوا طلعوا طراوتها قديش حلوة، قديش عجينتها مرتاح. رح ناخد زعتر، شوية لبنة، وندوق زعترات على شكل عجينته طرية وزعتره طيبين. هون البست سيلر، الشيف بيحضر كل شيء بعمله، اول ما شافني قال لي مش عم صدق انت هون بعمل لك منقوشتك. قلت له انت بتفهم، جبنه من جوا، زعتر من فوق، الزعتر ما بدق بالجبنه، وكتير مشهوره بيطلبوها مثل ما شايفين وين ما عم نفوت، كله بيقول زبونات بسموهم اسبانيول او لاتس. ف في منهم لبنانيه منهم مش لبنانيه، منهم اول مره بياكل اكل لبناني and they're all super enjoying it. coming from a Latin culture اللي كتير بتشبهنا، إن كان الباستور إن كان الأكل المكسيكي، قديش نحن قراب من بعضنا، بيضل الميديتيرينيان دايت أو الأكل اللوفون مثل إيسترن فيه رونق أكتر، بالانسد أكتر، حراته أقل، بهاراته متوازنين أكتر، ودفنتلي فيه خضرة كتير. This is so good. This is super good. عجينة مظبوطة، جبنتها نوعيتها روعة، حموضة أسدتي تبع الزعترات spot on. That's a good one. 5 kinds of cheese، 5 أنواع جبنة مع بعضهم. عم بتشوف كيف مرتاحة مع بعضها، وده اللي بده. سجق أصلي، ريحته متلاية الأوضة. شاف جاي بس هنيك اقول لك منقوشتك رائع. هذا المحل كله طاقه، كله ايجابيه، كله شغف، من شاف عم يشتغل من قلبه لكم الله ضحكه، من سهيل وسلوين الاونرز يلي فعلا ما في منهم، تحسوا هيك شباب مع بعضهم عم بيعملوا شغل صح. برافو يا شباب، ثانك يو سو ماتش. كل لحمه هون طلعوا، يا ريت يكون تشموا الريحه يا شباب. الله يقويكم، برافو عن جد برافو. بعد في مفروكه بالقشطه. Thank you so much. للطريق. واو. أخذنا معنا التحلية. شو صار؟ هلا من دقيقتين كانت السما زرقاء وكنا عم نقول فلوريدا يا فلوريدا يا طقسك الحلو يا فلوريدا والألوان الحلوة. عملت كبسة، قال في هوريكين واصل لعنا. يا شو ما نتسلى وبدنا نصور وننبسط. هاي للطريق. مفروكة، فستق، قشطة، قطر. واو، it's done right.
It's done amazingly right. طلعوا القشطة، سمكتها، طعمتها كتير طيبة. من برا بتقرشوا الفستق بس منه دلع. ونكزة قطر بتعطيها السكر بالآخر، نكزة. جورمي ستايل. منا خبصة، منا مخبصة. اوف، كم فور ذا منقوشة. ليفو ذا مفروكة. بالشعر. اسمي توني علم، أنا من ضيعة بمنطقة بشري اسمها عبدين، اللي بميامي من 77. رسمي طلب مني الأبونا مونسينيور مايكل توماس سنة 96. بال 97 بلشت ارسمها، ضلت 6 شهور تقريبا. وبعد ما تعب مني امتين وين صارت الرسمة، قال لي بدي روح شوفها. قلت له اوكي، بس بعد بدها شغل. قال لي انا اللي بحكم. راح لعنا على البيت، عندي انا سقف عالي، هذه مقصوص منها قدم من تحت. بس فيت بالباب بق هيك، قال لي ممنوع تدقرا، بكره السبت كان نهار جمعة بيخد على الكنيسة. يا عمي طول بالك فيها شغل؟ قال لي لا، جبتها على الكنيسة وهي كانت. أنا اسمي أبونا منور رحمة، خوري سيدة لبنان بميامي، أصلاً من دار الأحمر. كنت خوري بأبرشيط طنط الياس، أخدم ببرش عمود، هلا بنخدم الجالية اللبنانية إن جنرال، مش بس المارونية بميامي. صرنا هون أولاد أوف لبنان، تأسست سنة 1973، صرنا 50 سنة إكزاكتلي. بعد كم يوم بصرنا 50 سنة. عم نرمم الكنيسة، عم نحضر حالنا أكتر وأكتر كرمال نحتفل بيوبيل 50. نحن عنا 1600 عائلة بالكنيسة، وهيدول مش بس مورنة. نحن الكنيسة هون نجمع فيها كل أبناء الجالية اللبنانية، وهذا فخر لنا وفخر بلبنانيتنا كمان. نحن الكوميونيتي عنا اللبنانية كتير نشيطة بقلب ميامي، وكتير نشيطة بقلب كل الولاية طبعاً بفلوريدا. من أكبر نشاطاتنا يلي بنعملها هو الفستيفال لبانيز، ميامي لبانيز فستيفال. السنة هو الفستيفال 48 رح نعمله بآخر جانيوري. أكتر من 6000 شخص بيجي على 3 أيام، جمعة سبت أحد. نجي الهدف من الفستيفال إنه نحن نفرجي العالم بميامي، نفرجي الناس المش لبنانية ثقافتنا، ونفرجيهم شو يعني لبنان وشو يعني الأكل اللبناني يلي هلأ صار كتير مشهور وين ما كان. بس حتى نفرجي ثقافتنا كمان،
من خلال الرقصات يلي منحضرها الأولاد بحضروها، من خلال الأكل، من خلال الفنانين الفرق الموسيقية اللي بيكون عنايها. أكيد ندعي كل العالم يجوا للعربي. نحن هون عنا صف عربي، منعلم الأولاد عربي، منعلم الأولاد لبناني، لأنه نحن بالنسبة لنا بنحكي لبناني، سو منعلم لبناني يلا وطيب وطاعة، ومنعلم عربي تيقروا شوي ويتابعوا معنا بالقداس. هيدي الصخرة لمر شربل شحناها من لبنان حتى ننحط تمثال مر شربل وتمثال سان جود يلي هو مرلابة بحصرون، بعتقد يلي أهل حصرون هن شحنوا هيدي الصخرة، قسمناها بالنص، حفرنا فيها هيدول الاثنين. بدعيكم تجوا على أور ليدي أوف لبنان، على سيدة لبنان بميامي، نحن على كورل واي، ما منضيع محل كنيسة كتير منيح. الله يبارككم. يعني أفهم القديس بكم دقيقة بس، وين في كنيسة، وين في لبنانية، وين في جامع، وين في أنصلية، وين في سفارة؟ بجرب قد ما بقدر أقدر زورهم كلهم سوا بكل برميتة بالعالم. واليوم سيدة لبنان شغلة كتير مهمة، وسمعنا من الأبونا 1600 عائلة اف بيضلون حد بعض، بيضلون يتعرفوا على بعض، بيصيروا أصحاب مع بعض، بيتجوزوا مع بعض، وبتضل اللبنانية ولبنانيتنا مع بعضنا عم بيعملوا شغل كتير حلو أكيد. وإن الله راد رح جرب، إن الله راد رح جرب إذا بنقدر نرجع نظبطها شي مرة، نكون وقت الفستيفال هون ونلتقى بالكل ونقعد مع الكل. نهارنا نهار الأحد بميامي بعده بأوله، وهلأ ببلش الركض والبرميت. Let's go. شغلة. جينا عن بشور، أنطونيو بشور كتير مشهور بالمنطقة، مش بس هون بس بالمكسيك ووين ما كان، وفاتح كتير محلات من أصل لبناني، منو خلقان بلبنان، منو ربيان بلبنان، بورتوريكو، أندان إجوا على أمريكا، يمكن بيو أو جدو كانوا لبنانية. ما فيكم تجوا لهون وتقفوا لعندهم، رح تشوفوا إذا بقدر التقى فيهم حدا منهم أو لا، مندوق وبخبركم عنهم. فيري ويل نون. وإجوا على لبنان هالصيفية مع أوريكا، بس شو هالمعمل، في شيء 300 زلمة على القليلة قاعد عم بياكل باتيسري مع بعضه هون وبرا اول ذا واي حول البناية. اون ذا منيو، اون ذا منيو تتعرفوا انه لبنانية وتأكدوا الموضوع. في حمص، كبة، واكيد في كتير لاتين فود، في عنا فرنش توست، اك ساندويتش، كروك مستشو، اك سبانيش سكرامبل، اتسترا اتسترا، في جريك سايد، اند ذن توصلوا لكن برانش لونج برانش، وبتوصلوا بالاخر على الاساسيات اللي هن الجاتو، مكارون، بومبو، والفينوازري. فالناس كلها هون على البرانش الاحد، صارت الساعه 1:30 بنهارنا، الناس بلشت توقف برا بالصف. اسم الله عليه. خلينا نشوف إذا كل هالعجقة على الفاضي أو بيستاهل. خلينا نبلش. شو في جوا؟ دولتشي ديليتشي. أول شيء إير بابلز عظيمين عظيمين عظيمين، بيوتيفل بيوتيفل، بده صورة غير شكل، عجينة عظيمة عظيمة. طلعوا الإير بابلز بقلبها محشية صح.
And then البشور famous روشي شوكليت كيك روشي هيزلنوت كريم كرونشي فريش هيزلنوت. And what is the verdict? The verdict من بعد ما تعرفنا على كريم برجي بدبي the big كريم برجي من بعد ما تعرفنا على فيليب خوري هارودز بيستري شيف من بعد ما تعرفنا على مات كينو the big مات كينو فرنش بيستري لبناني بديترويت and then comes the Bashur brothers and yes it's worth it. كل طعمة كل فليفر كل قصة بقلب الكاتو أو الكرواسان عظيمة المكارون حسسني كأني بفرنسا هيدا الشيء بيدور منه كتير فليكي وما كتير معجن على القد وبقلبه بتفقع الطعم بشكل مش معقول والشوكلت ريل شوكلت ريلي دون اميزنج 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 كيك بياخد العقل وبالاخر دارك شوكلت 70% done right, done with passion, done with professionalism. بكل فخر لبنانية البيستري شيف اللبنانية اللي انا بعرف منهم بس اربعة لهلا واكيد في غيرهم مخبى وين ما كان عم بيعملوا شغل بالعالم بيبيض الوش. مش عم صدق ترجيته تتصور انه هي ما عم بيقبل بس خبرني اخبار كتير حلوين كنت قاعد برا كنت عم دوق طلع خوسيه خيو لانطونيو هو البيك شيف اند اوورد وينر خوسيه مخبى بالمطبخ ديفينتلي فيري هارد وركينج بيدعم خيو بكل شيء وخبرني كل الاخبار خبرني عنه عن كيف وصل اول مره على لبنان كان عمره 21 كيف تعلم عربي تجوز لبنانيه اليوم ولاده بيحكوا عربي بالبيت قديش عم بيركز على كل كلمه بكلمتها بيحكيها عربي قديش بحبوا لبنان حتى لو ما هم خلقانين بلبنان قديش بعده لبنان بقلبهم وقديش وعد اهل مرته وعد ولاده وعد حاله انه يرجع على لبنان مره بالسنه this is what they're doing مزبوط هن هون مزبوط بالاباوت اس وين ما كان ولا محل بتشوفه جربت فتش على جوجل ما لقيت ولا محل لبناني بس لبنان بقلبهم اكثر واكثر وقلت لكم مثل كل هالشفيه الكبار البيستري شيفس الكبار هالزلمه انطونيو يلي بعت لك دعوه ان شاء الله اليوم بقول لك انه عبالك تلتقى فيك اني تايم ترجع بتسائب اليوم انه هون بس ترجع بتسائب نرجع نلتقى نرجع نتعرف على بعض نرجع تخبرنا قصتك اوف كان واحد من احلامي من 5 سنين بلحقهم على انستغرام بقول one day and then the day came سريعه وقت كثير سريع انه كثير قصيره السفره واكيد لازم كنت اقعد اكثر واطلب البرانش واطلب الطاوله وكل هالتفاصيل بس فيكم تعرفوا انه تركوا في امبريشن جنون ترجيته لقصه سرقت منه كم صوره تشوفوا وجهه بس ما عم بيقبل يحكي على الكاميرا ما عنده سوشيال ميديا ما بده يكون على الكاميرا بس سوبر ايموشنال اند فيري اتاتش تو لبنان. هالزلمه عمل لي ساندويتش اللي هو بياكله مش موجود على المنيو تما تجوا بكره تطلبوا هيدا الساندويتش والساندويتش اللي انا باكله بالبيت كل ما ارجع ترويقه غدا عشا الا لنال عبالي ساندويتش بتفوت بتعمل لي هيدا الساندويتش زيت زيتون مايونيز بندوره خس جبنه جامبون ولا اطيب من هيك ناس ولا اطيب من هيك زلمه ان شاء الله برجع بلتقى بخيو قريبا ان شاء الله يا رب ووعدني رح اعطي رقمي بيرجع على لبنان
وبيدق لي الخبز كله فرمنتد هون 48 hours bread made in house crunch crunch. Oh my god, amazing comfort food, amazing sandwich, amazing jilgum, amazing ham, amazing cheese. One of the highlights of my trip. I'm impressed. Antonio, Ali Awik, Jose, good job. خمس مطاعم بمكسيكو. ثلاثة هون. French cafe وغيره وغيره. يا ريت عندي وقت تزورهم كلهم. Great job. وكانوا ربيانين عايشين أهله ب ب بعوكر حدي. نهار الأحد بده غدا لبناني، خلصت من الآخر. بس قبل وصلنا على منطقة أليك، عرفتوا له أليك؟ أليك مونوبولي one of my favorite artists، امتلى الدنيا على كل الحيطان. ما بعرف قصته إذا هو بلش من هون، بس تابلوياته حقهم كتير غالي. هون امتلى الدنيا كلها سوا. anyway وصلنا على محل حلو كتير مخبر ورا هالشجر ورا الخضار، شارع 61 شارع 49 ليرة بيروت إيتري. وجيب لهم معي 100,000 So I'm Gigi. I'm Italian Brazilian. Grew up in Italy. At the age of 19, I went to study in Switzerland, hotel management, and I met Farid. So since 1999, I've been embracing Lebanese culture. I went in 2000 for the first time in my life to Lebanon. Felt in love. Got married in 2005 in Lebanon. 2006 we left, and then it was a lot of going back and forth until 2019 when we decided to move here to Miami. We are in the catering business here. And then during pandemic, some of our friends, they approach us, it's like, why don't we open a restaurant? And I said I would only do a Lebanese restaurant, because at the time there was no Lebanese restaurants in Miami, authentic Lebanese restaurants. So we embark in this adventure, and a few years later, we are here. So we open in January, so it's been only 8 months, it's fairly new. But since the very, very beginning, people love the food, it's extremely authentic, and the idea is to bring you back to Beirut, back to the golden era of Beirut. So it's there is the house outside that kind of mimic like a
mountain house. There was like graffitis because we're in Wynwood, so we had to bring some of the art, incorporate some of the art to the design of the restaurant. So we brought a lot of Lebanese artists, so they, you're gonna see also inside, we have a lot of prints from graphic designers and artists. Hi, Kifkon, Ana Gigi. Ana min Italia. Actually, nos italianije, nos brasilije. Jose min Lebanon, min Khazir. Lebanon endo falafel Abu Andre. Yeah, that's it. قبل ما نبلش نحكي بالاكل خليني اخبركم عن المحل يلي واضح اكلاته كثير طيبين. المكتوب انقرا من عنوانه وقلت لكم من الاحساس من الباب بعتقد انتم تعرفوني اذا بتحضروا فيديوهاتي من عيوني من صوتي من حكي ساعة البنبسط او ساعة البنبسط اقل تنقولها بهالطريقه. خلينا نحكي عن المحل، خلينا نحكي عن التفاصيل، خلينا نحكي عن الصور على الحيط، خلينا نحكي عن لبنان المفرجه بكل فخر، خلينا نحكي عن الكلاس، عن الفيناس، عن الشوكه والسكينه والمعلقه والفوطة والصحن، خلينا نحكي عن الإزاز المرتب الملون، خلينا نحكي عن بريق المي وسلة الخبز، خلينا نحكي عن كل تابلو شفتوه وكل ارت بيس شفتوه. ليش ما بدكم نحكي كمان عن الطاولة الحديد اللي بتذكرنا بلبنان والزخرفة تبعها أو الأرض اللي نحن عم نمشي أو حتى المخدية اللي بتذكرنا بلبنان. كل شغلة بهذا المحل اللي هو زخطور مهضوم على قده والزكا اللي محطوط فيه مراية تبين حجمه اثنين بمحل يمكن بتقولوا اوكي وين ورا المخبى ورا الخشب ورا الشجر شو هيدا ويرهاوس او محل من احلى المطاعم بترتيبه بنفسه باحساسه بصوره بصوره مار شربل بكتب لبنان بطاوله الزهر اندن بنقعد على الطاوله وناكل صحون وهيدي بتجي بارت 2 اللي علمني اياها المحل بهالخمس دقائق هو الفن دعم لبنان importing from Lebanon بناخذ من لبنان وبنشتري من لبنان هو بنفتخر بنحنا من مين ونحنا من وين حتى لو 95% زبوناته مش لبنانية وما عم بسمع إلا أسباني اليوم واو وهلا صار وقت ندوق صار وقت فرجيكم الأكل العظيم صار وقت فرجيكم من أول الطريق وخبركم أنه هيدي واضحة أنها كتير طيبة حلوم مقلي مع جوز على الوجه وشوية سويتنس يمكن مكبوب عليه أو عسل أو قطر توب رقاقات كرونشي تشيز بريد هون خبز محمص مع زعتر بيتروت اوه كتير طيبة هيدي كتير كتير طيبة قدي بايخة وقدي حلوة مهمة الفكرة and then محمرة طلعوا الزيتات الصحن شو حلو مرتب كريم اوه good job very good job من الاخر بدي اقول ارجيلة ما فيه رأس ما فيه عجقة ما فيه في كلاس في ناس ستايل in an amazing way I'm impressed لبن خبز مقلي حموضة رائعة لوز على الوجه This is so good
الطاولة لحد عم يسألوا بعضهم What is he eating? We need to order the same. Delicious. وبعد فيه واجت اللحمة. ليك لك شطارية. حتى ما بدها سكين. وحتى ما بدها سكين لحمة. ليك من جوا. ليك من جوا. Oh, this is super high end. Oof. Mm-mm. This is not like any piece of meat I had at a Lebanese restaurant. عم نحكي عن شاتو بريان ستايل يعني. واو. I'm done. هيك ملا سمكة. لا لا شغل شغل صح شغل حلو شغل كتير حلو اوف القنات دل البهارات الملح الزيت او ماي جاد برافو 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 كو دو كور من اول للاخر من الديكور للاكل اي ام امبرست ليرا Two thumbs up. لقمة لك. أوه. أحمد يا أحمد. أمر. أنت المانجر هون. Yes, sir. حبيتك من وقت ما وصلت. أول ما استقبلتني هونيك. سمعت مصري لهجتك بحبك بحبك كتير. الله يخليك. إزيك يا أحمد. الحمد لله. عامل إيه؟ منور. مش معقول شو هاللهجة. He's the manager and you're doing great. بدي أقول لك الأكل amazing. Thank amazing. You so much. السمكي, I've never had a fish this way. Very honestly. Thank you. I've never had a piece of chunk meat هالقد طيبة in a Lebanese restaurant. شو بدي أقول لك المحمرة. Oh my goodness. الحمص مع بيتروت. كله. Allah khalik. Exactly. It's a team effort. Actually, we're not a team here. We're a family. We're a Lebanese restaurant, not because we just serve Lebanese food or we have Lebanese music, but being all the way here in Miami, we still have the culture from the Middle East: family, loyalty, compassion, empathy. You walk in here, it's home, and you're one of the family. You're not a guest. So great job. We love doing what we do. Beautiful. So, عنا شو عنا جنسيات؟ تليانة. برازيلي لبناني مصري اكيد عندكم سويدي ومكسيكاني ايوه واو اتس ا بليجر هافينج يو حبيبي سوبر رجع لك شي نهار تفضل طلع بالاحكي بعد بدي اقول لكم انه مكتوب بيروت ايتري مش ميديترينيان فود او ميدل ايسترن فود اتس ليبانيز ريستورانت مطعم لبناني بدي اخبركم انه المانجر يلي هو مصري اللي حبيته كتير 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 مش رايح لبنان بدي أخبركم أنه كل صحن فيه أحساس وفن وطعم بشكل مش معقول إف كتير حلو هالمحل حبيته 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 من قلبي
زينة الجوهري ونحن من أساس بفنزويلا، سكان فنزويلا وأنا خلقاني بفنزويلا بس أهلي لبنانية، وبتعرف العوائد اللبنانية دائما بتضل بالبيت يعني موجودة، من الحكي من اللغة من الأكل كمان نفس الشيء. فهون راح تلاقي طبخ الماما مثل ما بيقولوا، ما في شيء إنه أوفر، ما في شيء، كل شيء مثل أكل بيت بدك تلاقي. إن شاء الله يعجبك. نحن صلنا سنتين هون، بلشنا بأيام البانديميك بس الحمد لله نشكر الله عم نكبر عم نزيد، ودائما في الحمد لله الزباين عم ترجع او عم ترجع لنا زباين تانية، والمينو تبعنا كتير يعني حجمه صغير بس الحمد لله لحد هلا ما فيني الا غير هيك، كل شيء منيح. الطعمة بفتكر كتير طيبة، بفتكر ما حدا بيحكي عنه. كل يوم بنصبح فيك وبنتمسى فيك انت مثل ما شفت يعني، وتشريفك كتير غالي علينا وعلى الكل يعني مش علينا بس يعني، وكنا بنتمنى انه نشوفك والحمد لله امنية تحققت بالنسبة لنا وشفناك الحمد لله بخير. بعدين انت بتنصح كل العالم كيف تاكل، في ناس كتير ما عم تعرف كيف بدها تاكل، بقى انت بتسجيلاتك يا العالم صار عنده الرغبة يأكلوا أكتر ويصرفوا أكتر، يعني ما عادش فيه عروس لبني مع الماشي يعني كيف. هايدي بالنسبة لنا بنكبر وبنفتخر إنه حضرتك موجود ودائما متابعينك. نحن بنفتح التلفزيونات من على بكرة بنشوف صورتك نتصبح فيك، ومشان هيك بيطلع نهارنا منيح. الله يخلي لنا إياك. أنتوني أكلنا كله لبناني 100% وصحي 100% كمان، بس وقت اللي أخذنا المطعم كان اسمه فرعون وخلانيه فرعون وعلى أساس هيدا ماشيين، بس برجع بأكد لك إنه أكلنا 100% صحي لبناني وبيتي أهم شيء. مش عم فكر اذا ببلش بالرز مع لحمه، اذا ببلش بكل المتبلات الموجودين هون. بلش بالخبريه من الاول. زينة وسامي لبنانيه حتى لو صار لهم كثير زمان بعاد عن لبنان، من فنزويلا على الكويت على امريكا اند سو اون اند ذن رجعوا لهون، عملوا اكل لبناني مثل ما بيطبخوا ببيتهم. اهم شغله بدي اقول لكم، اهم شغله زينة ما بتحطهم بولا واحد من المتبلات، يعني بتعمل حمص بلا توم، بتعمل باذنجان بلا توم وبتعملهم صح، بس هيدي شغله كثير مهمه. عندهم بيره مثل ما شفتوا لبنانيه، بيقعدوكم هون موسيقى العاليه وحاطين فيديوهات على 2 تي في، كل وحده عم تلعب حلقه. بقول لهم ثانك يو سو ماتش. عبالي بلش هون، عبالي بلش بهيدا الرز اللي شفته بالمطبخ وشميت ريحته الرائعه، رز المفلفل مزبوط. بتعرفوا كيف باكلهم هول؟ عنا طريقتين، او بتاكلون مع لبن، يلي لبن اكيد كمان بلا توم مع خيار، او فيكن تاكلون مع تبولة، بتحطوا التبولة عليها بتخلطون مع بعضن الحموضة تبع التبولة شوية رز مع بعضن. شو ورقة شوب بطن بعد اكتر، بتاخدوا صحن التبولة بتفضلوا الصوص تبعه كله سوا على الرزات وهونيك، او بنحط لها شوية لبن بالمعلقة تتساع منيح رز طعمة البيت، طعمة البيت الرزات اللحمة صنوبر زينة الخبز على الطرف، طلعوا اللحمة قديش طرية، الرزات المفلفلين مظبوط، البهارات الرائعة. اف 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 I'm loving it. مش بس هيك، شو عندهم؟ عندهم غير الرز، عندهم الحمص، عندهم متبل الباذنجان، وخليني اخبركم بتعمل
محشي فيكم تاكلوا او المحشي ورق عنب او المحشي ملفوف all in home made مثل ما بتعملهم ببيتها. ما حيطلع انتري بلا بلا رح يطلع بدي احكي انا وياه بدي اقول له يردك على لبنان ويريحني منك. جاوبون كتير حلو العادة كتير حلو عم نقضي وقت كتير حلو. رح بلش وحدة وحدة وندوق كريمي حمص مع لحمة وسنوبر هوميك حمص نتبل خيش نبطس عبيكم نتبل غربيت وقت ما بقدر وشو كمان اها next محمر حمص متبل بيرة لبنانية قاعدة لبنانية الحومات الرز واهم شغلة الورق عنب والمحشي ورق ملفوف وعندهم كل انواع الكبة يمكن بالصينية كبة قراص او كبة نية قاعدة لبنانية مثل ما هني بيكلوا بالبيت. بعدهم جايين صاروا سنتين من فنزويلا بخبروكم اخبار وهلا كنا عم نحكي لبنانية هنيك النجاحات الموجودين وين ما كان قبل شو بعدك عم تعمل ما رحت لعنا لبنانية وين ما كان وشي بيفتح القلب. انا رح خلص صحني هون لبن شو طب تشيز ولا الماظة وبيروت بير و وينك طولت علي وينك وينك انتري زيحة من عندي. انتو قطعت عليكم قطعة عادية انه عملت القهوة بس انا لقلي عملت القهوة صح على الطريقة الجبلية الضياعجية اللبنانية وحطت اول غلوة او اول طلعة من الفنجان جوا. قلت لها بليز فنزويلا علمتك هول قلت لي علمتني هون امي وقديش مهمين عويدنا ينتقلوا من محل لمحل وبعضهم كافيين ان كان فنزويلا ان كان حيالة بلد بالعالم العويد اللبنانية شغلة القهوة يلي خلصت تريحت ثلاث دقايق نحط اول قشوة طب الاخر تكون هيك تقيلة طيبة هلا مندوقة وبخبركن بفشوا الخلق بفشوا الخلق بهيك بالحكي اللي عدنا حكيناه تعلقهم بلبنان الاولاد الاربعة اللي تربوا اللي تكبروا تعلقهم بلبنان عدنا حكينا وين بالزوق بكسر وين وغيره الاكل طيب اكل بيت عندنا اجا ديسير هوم ميد هوم ميد هوم ميد رح بلش بالمهلبية اوف اكسبشنال مهلبيه رائعه المهلبيه رائعه 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 سكر خفيف مظاهر على القد تكستشر بتعقد منكفي على الكنافه معموله بالبيت سخني هلا يا جماعه كنافه كنافه بيت مشغوله مثل ما بناكلها نحن بالمطاعم مزبوط من فوق ما بتقرش لانه مسخنه هلا طبيعي بالبيت بس الطعم الجبنه الحلاوه السويتنس just done perfectly right and then اوف سمعتوا القرشه واو فهي بتربح winner
of the most emotional dessert in Miami. الطايف بقشطة. اوف. اخ انا مبسوط عندهم. مشرب قهوة. نجار من لبنان. الالمازة. لحقتنا على الغدا. هن بيتاكلوا قد ما طيبين. واكلتهم كمان. Hello, my name is Stephanie Votros. I'm the daughter of the owner of Beirut Doral. We came to the United States in 2014 and we owned the restaurant in 2016. We are ubicated in the Latin zone here in Miami, so our customers are from all Latin America. We have from Dominican Republic, Cuba, Venezuela, and all places. So, our famous plate is the Beirut Deluxe. It has two kibbes, two falafels, tabbouleh, the creams, baba ganoush, muhamra, and hummus. And that's why people like it, because it's a plate, like, it's big to two people or three, maybe. And it has a little bit of everything. حلو حلو كتير. قديش عم بتعلم الفلوريدا؟ عم بتعلم الفلوريدا قد ما بدكم قولوا. عم بتعلم الفلوريدا انه انت قادر تعيش هون اذا بتحكي اسباني وما بتحكي ولا كلمة ولا انجليزي ولا عربي. عم بتعلم الفلوريدا انه هون اكتر من 90% من العالم تحكي بس اسبانيولي. عم بتعلم انه فيك تفوت على مطعم مثل هون ما تسمع كلمة انجليزي ولا وحدة. Not one. والعالم كله سوا عيشه. لاتين امريكا كلها هون. عم بتعلم من فلوريدا انه اجوا من لاتين امريكا اغلبيتهم جذور من غير بلد، بيناتهم عرب كتير، لبنانية كتير، وبحبوا الاكل اللبناني كتير. تعلمت من فلوريدا انه فيكن تلاقوا اكل لبناني وين مكان بمحلات كتير، كمية مطاعم قد ما بدكن، واغلبيتهم عم بيعملوا اكل طيب. تعلموه بفنزويلا، تعلموه بلاتين امريكا، او تعلموه بلبنان، او تعلموه مع شيف اجا ساعدهم، في نفس وين ما كان، في افكار كتير حلوه. وصلنا على بيروت دورال الى نهار الاحد مفول، ولا طاوله فاضيه من جوا لبرا. الناس مبسوطه، رجيل موسيقى، صوت اسباني عم تسمع، عم بينغل نغل ويمين شمال فنزويلا اكثر شيء. واذ طلعوا الطاوله، طاوله حلوه، صحونه حلوين، ترتيبها حلوه. كنا عم نحكي قبل شوي عن بيروت دورال بلاتر. بيجي حدا شخصين ثلاثة بيطلبوا حمص متبل، محمرة، لبنة، ورق عنب، ورق ملفوف، تبولة أو كبة، كلهم سوا مع بعضهم. رز، لحمة، لامب تشوبس، وكل اللحمة اللي تحت. حبيت كتير فكرة الرزات، ليكو هون اللمعة، صحن حلو كتير. نايس بريزنتيشن، very nice presentation, upscale, elevated. هيك ندوق الحمص عندهم. كبة، حمصات طيبين، فعلا طيبين، حمصات طيبين،
الطبي and everything in between. Oh, this is good. Really good. رأيكم ذوق اللحمة؟ لا دقيقة. هل الصيت لأستراليا والفعل لفلوريدا مش معقول اللحمة من وقت ما وصلت لهلأ؟ شو هاي؟ Great job guys. 2016 نحني هون جامعين الكل كلمة بيروت كتير كبيرة بمنطقة دورال and they're doing a great job, really a great job. حبيت كتير البرزنتيشن وعبيل دور بالذات. نحن سفرة بلدنا بأكلاتنا فعلا. أنا بأكد لكم يمكن كلهم مش هاي على لبنان بكل هالمطعم يلي بعده عم بيقلوا بعد ناس فيت وبعد ناس ظاهرة, بس اللي بيعرفوه أنا جينيك أكل لبناني, اللي بيعرفوه أنا عم بتعرف على ثقافتنا بالأكل, اللي بيعرفوه أن كلمة بيروت قاعدة فوق فوق الأرمة وعلى مدخل المحل وبتلحقنا وين ما كان. أكلنا ثقافتنا نحن مين, بلد صغير مفعوله هالقد من لبنان للعالم, لقمتنا بتجمعنا. أنت شو أكلت؟ أكلت كل شيء أنت ما قدرت تاكله فيه توم لأنه الزلمة أصر علينا. لما شفت وجهك ضو وعيونك على الورق عنب وعلى الملفوف مش معقول. I did not expect it يكون هذا الطيب. عن جد, I did not. I was, يعني I thought okay it'd be normal food. It was very good food and I was impressed. إنه محل again نرجع نقول ما كانوا عم بيحكوا عربي, ما يعني ما في ما في. مرته اللي هي الشيف خلقانة فنزويلا, أهلها فنزويلية, ما أنا نزع البيت من فلسطين عربية. بس ما بحيت رايح على بلد عربي وعم تعمل أكل عنب وملفوف واللحم, اللحم المشوي أنا ما رح أنساه. It was outstanding. فعلاً كبة عظيمة, لحمة عظيمة. Presentation أول مرة بشوفه للصحون بكل برميتة بالعالم. صح. Very well done. والناس كلها مبسوطة جوا, الجو كتير حلو. مبسوط الزلمة وبيحضر. جربنا ناخده على الكاميرا. بيحكي عربي كتير مكسر كتير حلو. بيحضرني من 3 سنين بعد مش رايح ولا مرة على بلده, مش راجع ولا مرة على البيت العربية. He loves so much, so much أصله. وإن شاء الله أول ما يقدر رح يرجع أكيد. So proud. I'm really proud to see our cuisine all over the country like this. Beautifully done. Next. وين رايحين؟ رايكم حمص معك؟ ما في مرتين حمص اليوم. أوه. شو بدي أقلكن؟ شو بدي أقلكن؟ شو بدي أقلن للفولوورز كلهم سوا؟ كل هالعالم اللي عم تحضر اللي شفتني صار لجمعة مش أكل بوزة. شو بدي أقلن؟ أنت اللي عم تسوق. ها؟ يا سلام, هذا اللي طلعت فيه. Next gathering in Miami, سيروكو. ناطرين هالنظرة هالنهار هالساعة من زمان وهلا واصلين ساعة 7 تنجتمع تنلتقى تنضحك تناكل تننبسط ونلتقى بكل المحبين وكل اللبنانية والعرب الموجودين بميامي. Are you ready استاذ ربيع؟ انت ما اكلت شيء اليوم, انا خايفين على صحتك. يلا تفضل. طارق يونس من لبنان, جيت على فلوريدا بال 2006 وبلشت شغل. اكيد مثل كل واحد بيطمح انه يكون عنده مستقبل حلو بهالبلد. اول ما جيت اوف كورس اختي جبتني لهون, بلشنا انا كطارق بلشت بمحل كافي شاب, كنت اشتغل اعمل ارجيل. بعدين اختي فتحت محل بالهارد روك كان اسمه راكن هوكا وبلشت اشتغل بالليل هونيك الصبح بمطعم كمان صغير, وبالليل نقلت من مطرح القهوه على محل الارجيل على محل الهارد روك وبلشنا هونيك شغل لحديت من 2008 all the way to 2012 we decided to do نغير الكونسبت شوي, نطلع من نروح لمور
مطعم يعني. غيرنا الاسم صار اسمه سيراكو، واشتريت المطعم انا واختي والبارتنر تعولنا من السعوديه جوزيف مصر وسابينا مصر، هن البارتنر تعولنا. بلشنا بالمطعم هونيكي من 2012 all the way until 2016. ثابت انه الهارد روك بدهم يعملوا رينوفيشن، يكسروا كل البلازا يعني ويعملوا اوتيل على مستوى جيتار شيب. قررنا هلا نحن بالعاده نحن بس نطلع يعني نظهر برات المطعم من هونيك. كنت حب المنطقه هون كثير على طول وكان عندي حلم انه افتح هيك محل هون يعني. فالحمد لله يعني الله وفقني وقدرت انه اخذه لهون بال 2018 مديت الليس. بال 2019 بلشنا على البلان، واكيد الديكور هذا اللي شايفه هذا كله اختي والبارتنر تاعينا كمان هن كانوا عم يشتغلوا على الديكور. وسحبنا بال 2019 لا حديد هلا مثل ما شايف هذا المحل هيك صار. وجتنا اوبورتيونيتي جديده كمان هلا عم نفتح محل ثاني بدينيا بوينت، از جوينت تو بي 3 فلور ريستورانت. بتول يونس من لبنان، صار لي بامريكا 25 years. I'm a mom of a 3 beautiful children. 25 يسينيا، 22 مصطفى، و 21 وسيم. I'm a pharmacist or farm D holder. I'm always always into food. I get in trouble because all my invitations and cooking all the time if I'm bored or not. And this is how I started my concept at the Hard Rock. The first restaurant was a panini and hookah lounge, only because I love food. I used to do banking, and through my banking I got the opportunity to be at the Hard Rock, and through that we expanded to become from panini hookah lounge to a full operating restaurant. يعني مطعم كامل. طبعا خي اجا كان من هالوقت بالبلاد وساعدني كتير. اكيد بس ما حولناه من hookah lounge لمطعم. فات معي شريك جوزيف ناصر وطارق استلم المحل. اكيد ديكور انا باخد كتير برايد بالماي ديكور لانه في كتير اشياء انا بعملها بايدي. هيدا المحل اللي شفتوه هلا كتير اشياء فيه انا عملتها، يعني من الطاولات to staining to the leaves that you see all around to the front desk to the back bar to the hallway the restroom. سابينا ساعدتني which is بنت شريكة هلا هن بالسعودية. هاي and I take a pride with the whole entire project. Food is my passion. صراحة شو بيأكلوا عندي بيأكلوا كل شيء. بس كتير بيسوقوا، بيقولوا لي إنه بيسوقوا كتير للكبة النية تعيتنا. بحبوها والملسة. Our cheese rolls are number one. Hummus of course. هيدا شيء طبيعي للأمريكان وللعرب. عندي كتير إسبان. They're very familiar مع الأكل اللبناني. بيعرفوا كتير الأكل اللبناني لأنه ببلدهم إذا كانوا من برا معلا دي آر كولومبيا كيوبا كيوبن بكتير بيحبوا الأكل اللبناني. Thank you for all their support. يعني أنا عن جد بتشكر كل المنطقة هون للسبورت اللي عطوه لسيراكو، لأن احنا فتحنا بكوفيد. كل العالم اللي كانت فاتحة إلى 20 سنة سكرت. فالحمد لله إنه كتير نحنا شفنا كتير كتير سبورت من الجالية هون العربية والأجنبية. بس يا كبي نية طلوها دينك ما بيدوم تع ننسى الهموم مع أنتوني رحاية لا بصل ولا توم. وصار وقت الأكل، وصلنا، الناس ناطرتنا بعقده بشكرهم. ربيع كان مشغول شوي ما تصورنا مع الكل بس ماشي الحال. بس تقلكم شو حق عليك، دايما حق عليك شو علي. فبس تقلكم الجو كتير حلو هون. نحن هلا عند سيروكو ومثل ما شايفين الطاولة بتاخد العقل بتفتح النفس. ليك خلينا نتفق على الموضوع من الأول. الطريق الطاولة غنية كفاية، فبليز عيونك عن صحنة ورق عنب عندهم رائع، فعلا رائع. سوبر طريق فيري لبناني على الطريقة اللبنانية. بعد سبق الأمور فاجيكم اللحمة بفلوريدا شو مهمة. ما بعرف كيف بيعملوا
لحمة هالقطرية والأدية الطيبة والأدية الجوسي. ما بعرف اللحمة شو عملوها هون. تفضل يا شباب، عم بمزح. مرسي مرسي. أكثر من حبة بكسر لك إيدك. جود ستاف. كبة رقيقة كثير عظيمة. واو. كثير كثير قوي. طلع. مش معقول مثل البسكويت. شهيتها يا زلمة. هادي. هيدي هيك بتاكل. شو عندك حمص متبل قدامك دغري بتحط لقمة؟ يلا هات. جود جوب. وين بدنا نكفي؟ خبز طازة. سوري شباب مستحيين. خبز طازة. ملسة. حطوا لها شوية برغل. أوه قصة كبيرة. ايه والله اكل كتير طيب، جو حلو، الموسيقى حلوه، الزيتونه بالنص بستقبلكم، سقف عالي وكتير مريح، كانكم قاعدين بساحه الضيعه، يمكن البار الفرن اللي بتشوفوه لايف عم بيعمل الخبزه يلي بعدها طريه، او الجو القعده برا. فعلا حسيت حالي رجعت لعنا بيروت، قهوه الازاز باكل كتير طيب. ولك عني ما بيزيد وكل يوم عنده جديد، لك عني ما بيزيد كل يوم عنده جديد. أنطوني رح يرق مصاب والباقي تقليد. شو رأيك؟ كتير قوي. رح استنتج وبتقوليلي إذا معي حق أو لا. فيش بستطعم طعمة النفس، والنفس في موظفين من وين مكان بركة من كل جنسية العالم، بس هالنفس ما بيعطي إلا حدا جاي من بلادنا. وأنا أكيد بالمطبخ عندك ناس من لبنان أو من سوريا أو من فلسطين، من اللوفان يعني من منطقتنا، صح؟ مزبوط. عندي لبنانية وعندي لبنانية ترابلسية وعندي لبنانية وسورية. Make sense. خلص النهار يلي بلش كتير كتير بكير. خليني أقولكم عن فريدة، لإلي هي ما بعرف ليش بس هي علم 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 عن اللبنانية اللي فلهم كتير زمان، علم عن الناس اللي عم بلتقى فيهم جايين من فنزويلا وعايشين هون، اللي خلقوا بفنزويلا ما بيحكوا لبناني مكسر مقطش وإز بعده قلبهم بلبنان، علم عن العالم اللي قاعده هون، الاكل اللبناني، اللحمة اللي بتاخد العقل. ولا محل فت عليه بفلوريدا من وقت ما وصلت لليوم لحمته مش عاطلة، ما في لحمة منيحة وأحسن، ما حدا بيخبركم في لحمة سوبر طيبة. بالمبدأ بالإجمال الأكل طيب والشغل مزبوط والمحبة، وبتنتبهوا الناس 90% من العالم منو من لبنان. الكويزين تبعنا عم تكبر عم تقوى عم بتصير وين ما كان، بعتقد ما هلا كم سنة وأنا بأكد أنه الأكل اللبناني رح يصير أهم من تشيز برجر. أكيد ناس بتحب اللبناني، ميديترينيان دايت، فيجن ناتشرلي نصه، خضرة كتير، لحمتنا طيبة، حمصاتنا عظيمين. It's a sharing table، كلنا مع بعضنا. واو واو day of learning. يلي تعلمته أنا بالفلوريدا في كتير لبنانية ما كنت منتظر أبدا، مفكر أنه مجمعين بغير محلات أو بالمدن اللي احنا خبرونا عنه، إن كان LA Michigan and etc أو فيلادلفيا واللي هو أو نيوجيرسي. فلوريدا بتعقد. في ناس سائد ساعة ونص اجوا تنلتقى، كان اليوم كتير عالم اجت، بقلكم thank you so much اللي اجا واللي ما قدر يجي، ان الله راد رح نرجع نجي لعندكم كتير قريبا لانه بتستاهل. فلوريدا حبيتها حبتني، رح نرجع نبرم اكتر نتعرف عليها اكتر. انا لقلي كله ميامي بس هي في نص ساعة سواقة من محل الاوتيل لوين ما كان كنا عم نكون. هول هن الكلمات، لاتين امريكا اجتمعت هون، لبنانية ريكونكشن، صرنا 5 سنين ما رحنا، 10 سنين 20 سنة. ثانك يو. بنحضر الفيديوهات، اولادنا عم نعلمهم لبناني، بنحضر المحلات اللي عم بتحطها، كتير اشياء عم بشوفها عم بتعلمها. بشكركم بحبكم، رح نضلنا مع بعضنا، لقمتنا بتجمعنا، وطننا بيجمعنا، بلدنا بيجمعنا، لانه دميتنا ما بصيروا مي.
وكل يوم هو نهار جديد من هالحياة اللي بتعقد ومن هالناس الروعة. Thank you and see you tomorrow.